أنا أحمد عساف، مدير فرع في بنك القاهرة. أنا كان ليا شرف إن أنا أكون Future of Finance 2020. حضرت الإيفنت السنة اللي فاتت، ودي تاني سنة ليا أحضر الإيفنت. الاختلاف ما بين الكونفرنس السنة اللي فاتت والسنة دي إن السنة دي إحنا عندنا سبيكرز أكتر، في بانلز أكتر، عدد أنا شايف عدد الحضور ما شاء الله أكبر، فده معناه إن في success story بتتعمل في الفترة اللي جاية بإذن الله. أنا شايف إن أول بانل كانت مهمة جداً، اللي هي بتتكلم عن الجاب ما بين الكوربريت تريجري وما بين الكاش مانجمنت برودكتس، لأن دي دايماً بيبقى فيه تطور من الناحيتين وبيبقى فيه فليكسيبيليتي من الناحيتين، فدايماً بيبقى فيه جاب. فمهم جداً إن الناس النهاردة اتكلمت على إزاي نقدر نقفل الجاب دي بأسرع وقت ممكن، وإن إحنا نبقى فليكسيبل فروم تو سايدز، إن إحنا نوصل للبست سوليوشنز اللي يقفل الجاب ديت. يعني I would recommend Future of Finance للنتورك بتاعتي، وبالفعل أنا عملت دوت مع التيم بتاعي ومع النتورك بتاعتي، وأتمنى إن إحنا نساعد في دوت في الفترة الجاية إن شاء الله.